بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في هذه التغطيه الخاصه. الحقيقه حاله كبيره من الحزن والصدمه بتسيطر على الفنانين وعلى الاعلاميين والرياضيين وعلى الجميع الحقيقه، على كل جمهور وكل محبيه، بعد اعلان وفاه الفنان الكبير المبدع الخلوق الاستاذ هشام سليم عن عمر يناهز 64 عام، بعد رحله طويله من العطاء ومسيره فنيه رائعه، وبعد صراعه مع مرض السرطان على مدار العامين الماضيين، لكن يمكن بعد إعلان خبر إصابتي بالسرطان في شهر مايو الماضي، الحقيقة التزم الفنان الراحل هشام سليم الصمت التام بعد انتشار خبر إصابتي بالسرطان، وواجه المرض بكل شجاعة وقوة. خليني في هذه التغطية أستعرض مع حضراتكم أهم المحطات في حياة نجم التسعينيات وأهم أعماله، لكن في البداية خليني أقول لكم أنه من مواليد 27 يناير سنة 1958. طبعا كلنا عارفين أنه هو ابن الراحل المايسترو كابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي سابقا وأبرز الأساطير الكروية في مصر. حقيقة أنه بيعد الراحل هشام سليم يعني من النجوم الذين كان لهم أداء مميز، كان له بصمة الحقيقة وحده كده، ودخل قلوب المصريين وكل جمهوره بأدائه السلس والتلقائي والمتقن، رغم تنوع أعماله إلا أنه لم يخفق في أداء أي دور من أدواره، سواء بنتكلم عن السينما، الدراما التلفزيونية، المسرح. البداية كانت في ظهوره الأول في فيلم إمبراطورية ميم، فيلم إمبراطورية ميم سنة 1972، كان وقتها عنده 14 سنة فقط، رغم سنه الصغير إلا أنه تألق في تجسيد شخصية مدحت المراهق، وقام بأداء هذا الدور الحقيقة بشكل احترافي. وبعد فيلم إمبراطورية ميم شارك في فيلم تزوير في أوراق رسمية مع الفنانة القديرة ميرفت أمين ومع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وجسد في هذا الفيلم يعني مرحلة الشباب، تعلق الجمهور الحقيقة بدوره اللي قدمه أيضا بشكل مميز جدا. الحقيقة أنه النجم هشام سليم كان له تجربة مهمة جدا مع المخرج يوسف شاهين، هي فيلمه عودة الابن الضال، وأيضا فيلم اسكندرية كمان وكمان سنة 1990. تميز بأدائه الرائع في عدة أفلام الحقيقة، أفلام كثيرة جدا، المئات من الأعمال الفنية في يعني رحلة عطائه ومسيرته الفنية الرائعة. لو هنتكلم عن فيلم 45 يوم، أدائه في فيلم خيانة مشروع والأولى في الغرام واللعب مع الشياطين، وأيضا مش هننسى أكيد فيلم رجل لهذا الزمان وفيلم أرض الأحلام. بالحديث عن أفلام الفنان الراحل هشام سليم، مش هننسى أكيد فيلم أرجوز ولا فيلم كريستال أو فيلم يا دنيا يا غرامي. كل هذه الأعمال تركت بصمة في قلوب جمهوره وكل محبي الحقيقة. لو كلمنا عن الأعمال الدرامية أيضا هنلاقي إن ليه أدوار يعني لا يمكن إن هو ينساها الجمهور الحقيقة، هذه الأدوار تركت علامة مع المشاهد، وبالتأكيد مش هننسى شخصيته اللي قدمها في مسلسل ليالي الحلمية لما جسد دور عادل البدري في مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه المختلفة، ودوره المميز في مسلسل هوانم جاردن سيتي محسن الشاذلي في هذا المسلسل، تميز في أداء هذا الدور الحقيقي. العديد من المسلسلات، مسلسل أرابيسك وأهالينا، وأيضا يعني خلال رحلته الحقيقة طويلة كانت بتجمعه العديد من الأعمال مع النجمة يسرى الحقيقة، نتكلم عن مسلسل ملك روحي، مسلسل لقاء على الهوى، وأيضا في إيد أمينة، العديد من المسلسلات. كمان من ضمن المسلسلات اللي شارك فيها الحقيقة وكان ليه دور مميز جدا فيها أماكن في القلب، ومسلسل محمود المصري مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وأيضا مسلسل لحظات حرجة ومشاركته ضمن مسلسل أحداث مسلسل طايع مع الفنان عمرو يوسف، كان آخر ظهوره في مسلسل هجمة مرتدة في رمضان الماضي. حقيقة أعمال كثيرة جدا. لو كلمنا عن المسرح هنلاقي ان النجم هشام سليم كان ليه ادوار كثيره جدا ومتنوعه، لكن الادوار اللي تركت بصمه وبالتاكيد محدش هينساها مسرحيه شارع محمد علي ومشاركته مع النجوم الكبار فريد شوقي ووحيد سيف والمنتصر بالله وشريهان. حقيقه من الادوار المميزه جدا، ومش هننسى الدويتو الغنائي الاستعراضي اللي حقق نجاح كبير جدا مع النجمه شريهان في هذا العمل. تنوعت ادواره ما بين الشقاوه والتمرد،
لكنه كان يؤدي أدواره بشكل سلس وبشكل متقن الحقيقة، وهو كان إنسان بسيط، كان إنسان حقيقي، ما كانش فيه تصنع، كان بيجسد أدواره بشكل احترافي جدا الحقيقة. دايما هتشوفه شخص طبيعي وحقيقي دون تكلف دون تصنع، بيدخل قلب وعقل المشاهد بمنتهى السهولة الحقيقة. احنا بنتكلم عن الفنان الراحل هشام سليم، لم يخفق في أي دور من أدواره، والحقيقة أنه إنسانيا كان بيشيد الكل، سواء بنتكلم عن زملائه في الوسط الفني، الكل كان بيشيد بأخلاقه الحقيقة. هو الخلوق المبدع الراحل هشام سليم. في نهاية هذه التغطية بالتأكيد بنقدم خالص تعزينا لأسرته وأصدقائه وكل محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي الحقيقة، وبنعزي أنفسنا في وفاة الفنان الراحل هشام سليم. إلى هنا انتهت هذه التغطية، شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.